مقادير التورلي بالفراخ. اولا كده عندي كيلو ونص من دبابيس الفراخ، اقدر استخدم فرخه كامله ومقطعها على 8 زي ما تحبي. عندنا كوسة متقطعة مكعبات وجزر متقطع مكعبات، كل ده مكعبات متوسطة الحجم. هنحتاج كمان بتنجان متقشر طبعا ومتقطع، بصلة مفرومة، عندنا كمان بسلة وفاصوليا متقطعة صغير، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، لتر من الطماطم المعصورة ومتصفية كويس. هنحتاج مكعب من المرقة، معلقة صغيرة من السكر، عندنا كمان معلقتين كبار من الزيت أو السمنة، وعندنا ورقتين لورا وكمون، رشة من حبهان البودر، ورشة من البهارات السبعة، وملح وفلفل اسود. دي مقاديرنا، وزي ما شفتوا المقادير سهلة وبسيطة، بس في النتيجة الأخرانية عندنا طاجن متكامل فيه خضار كتير، وهيبقى طعمه إن شاء الله في منتهى الجمال. نبدأ بقى ونشوف هنعمل إيه. أولا كده هاخد الزيت واحط معلقتين ثلاثة من الزيت في حلة على النار يسخنوا كويس قوي. تمام، بداية كده طبعا احنا غسلنا الفراخ كويس جدا جدا، ده حاجة مهمة علشان في الاخر نتيجة الاكلة تبقى هايلة شكلا ومضمونا وطعم وريحة وكل حاجة. هننضفها كويس قوي، وبعدين هناخدها سواء بقى كانت دبابيس او فرخة متقطعة على 8، وهنبدأ ان احنا نديها تشويحة كده على النار في معلقتين السمنة او الزيت اللي احنا حطيناهم في الحلة. ادي دبابيس الفراخ هنحطها في الزيت، انا حطيت رشة من الملح كده في الحلة علشان ما تبتديش تطرطش علينا، وتعالوا بينا ندي تشويحة للفراخ، لقطع الفراخ بتاعتنا سواء بقى دبابيس او فرخة متقطعة. بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا بنشوحها كده تعالوا بينا يلا نحط البهارات بتاعتنا، عندنا ورق لورا، عندي كمان بهارات سبعة، عايزين الفراخ تطلع ريحتها كده هي والبهارات، ودي كمون، عندي كمان رشة من الحبهان، واحط فلفل اسود، ونقلب فراخنا مع البهارات. الكلام ده كله على نار عالية، وهجهز معايا البصل، وعندي كمان معلقة من الثوم، هقلب تقليبة كمان وابدأ انزل البصل وانزل الثوم على الفراخ ونديهم تشويحة مع بعض. حلو قوي، يلا بينا نحط البصل. بسم الله، وادي معلقة من الثوم. زي ما شفتوا كده الفراخ بتاعتنا شوحناها الاول في معلقتين من الزيت او السمنة على حسب ما بتحبي، وبعدين نزلناها خدنا تشويحة، بس حطيت رشة من الملح كده، الملح بيساعد ان الزيت او الفراخ ما تطرطش معانا في الزيت او السمنة. قلبتها كويس قوي، وبعد كده رحت حاطة البهارات بتاعتنا اللي هي كانت كمون، بهارات سبعة، فلفل اسود، وحبهان بودر، وورق لورا، عشان ريحتهم تطلع لما يتحمصوا كده مع الفراخ. بعد كده ضفت البصل وضفت الثوم، هدي تقلبتين برضو، مش قادره اقول لكم بقى الريحه طالعه عامله ازاي، ريحه هايله جدا. هعمل ايه دلوقتي بعد ما شوحت البصل والثوم مع الفراخ؟ هحط الطماطم اللي انا عصرها ومصفيها كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنخلي بقى الطماطم تتسبك كويس قوي مع إضافة بقى إيه؟ الملح والسكر ومكعب المرقة. كده أنا حطيت على الفراخ بتاعتنا الملح، وحطيت إيه؟ هحط السكر بقى، متعودين معايا على رشة السكر اللي بنحطها في الطبخة بتاعتنا اللي بيكون فيها طماطم علشان تخلي الطعم حلو وما تخليش فيه حموضة للطماطم. هضيف مكعب مرقة وهغطي واسيب
الكلام ده كله بقى يتسبك مع بعضه كويس جدا جدا علشان ما احطش الخضار، خاصة البطاطس لو حطيتها في طماطم مش متسبكة بتبتدي تتهري ويبقى شكلها مش حلو. هغطي. احنا كده عملنا ايه؟ نقول عملنا ايه قبل ما نطلع؟ احنا في البداية حطينا معلقتين زيت، شوحنا او حطيت عليهم كمان رشة ملح، وبعدين لما سخنوا كويس قوي شوحت قطع الفراخ اللي عندي سواء دبابيس او فرخة كاملة متقطعة على 8. شوحتها، وانا بشوحها حطيت لها كمون، حطينا كمان فلفل اسود، بهارات 7، حبهان باودر، وورق لورا، وادينا لهم تشويحه حلوه. ريحه البهارات طلعت مع الفراخ هايله جدا. بعدين ضفت البصله المفرومه وحطيت كمان معلقه من الثوم المفروم، شوحته كله مع بعضه كويس. وبعد كده ضفت عصير الطماطم اللي متصفي، وبعدين ضفت له الملح، ضفنا كمان السكر اللي هي معلقه صغيره او نص معلقه صغيره على حسب الكميه، هنحط كمان مكعب مرقه، وسبتهم بقى كلهم يتسبكوا بالشكل ده اهو. وهنطلع بقى فاصل صغير تكون الطماطم اتسبكت مع الفراخ علشان اقدر ان انا احط الخضار بتاعي علشان يستوي. ننزل الخضار بتاعنا. زي ما قلنا الشتاء جماله في الخضار، التنوع والالوان الكتير اللي فيه. فالنهارده معانا الكوسه والفاصوليا والجزر والبسله وكمان بتنجان وادي البطاطس. كده حطيت الخضار كله. طبعا هنا كميه الطماطم ترجع لك انت، لو حسيتي ان اللون ضعيف شويه او محتاجه انك انت تزودي صلصه براحتك خالص خالص. هغطي بقى واسيب الخضار بتاعي كله يستوي مع بعضه مع الفراخ. وانا لما زودت ميه ليها للتورلي زودتها ميه تكون بتغلي، تمام؟ ضروري جدا. بصوا انا اديت خلاص تسويه للخضار بتاعي كله مع الفراخ على النار. هعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي انقله في طاجن. نجيب بس المغرفة علشان عايزة أرص قطع الفراخ بقى على وش الخضار وأدخله الفرن، من هيكمل تسوية وكمان الفراخ تاخد لون. هي طبعا ممكن تاخد التسوية كاملة كلها في الحلة، بس أنا حابة أخلي الفراخ على الوش علشان تاخد لون. ندخلها الفرن يعني وتاخد لون معانا تبقى أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، نبص مع بعض كده. هايل شغال، الخضار بيستوي والفراخ هتبدأ تاخد اللون الذهبي الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، اعتقد ان هو كده مظبوط جدا. هطفي الفرن ونطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بوب بوب بوب. ايه الحلاوه دي؟ انا جعت. اتفضلوا معانا يا جماعه. بجد طاجن خضار هايل جدا، سهل جدا، ما اخدش مننا وقت. هنقدمه بقى جنب اي رز ابيض بشعريه، حبايه وحبايه زي ما تحبوا، وبالف هنا وشفا يا رب.